السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. سمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. انا عايزة بس اوريكم حاجة، وحد يقول لي يا جماعة اللي بيحصل ده ايه. اللهم صل على النبي. تعالوا بصوا، هي ما بتصدق الطيور تطلع من هنا وتخش تروح نازلة في القفص على طول. هتقولي طب ما ممكن عليها بيضة يا منى، عايزة تبيض. لا، ما عليهاش بيض لسه هي موسعة، بس هي كانت باضت وانا خدت البيض حطيته تحت بطايه تانية، بس ده من فتره. احنا داخلين على اكتر من 20 يوم اهو. ما اعرفش هي عايزه ترقد ولا عايزه ايه، مش عارفه، بس بتصوي. البطايه دي انا جربتها في الرقد قبل كده، باضت، كانت ما فصلتش بيض، باضت كتير جدا في اول بطن. بس من ساعه ما باضت اول بطن بصراحه انا ما جربتهاش تاني في الرقد، لقيتها بتبيض كتير ومش عايزه ترقد. فاخدت البيض حطيته تحت بطه بلدي، فدي عشان كنت جايباها من واحده بيطريه، قلت هي ما بترقدش. بس هي انا بلاحظ بتنزل في القفص كتير، بتنزل ليه مش عارفه. اقيسها ما عليهاش بيض لسه، ممكن تكون بتهيئ لنفسها مكان عشان تبيض. اهي طلعت، بصوا، تخش هنا تروح نازله في القفص، سبحان الله. فمش عارفه ده ايه، يعني هتبيض عشان قربت تبيض بتعمل كده، او هي حنه للرقاد عايزه ترقد، مش عارفه. عايزه احط لها شويه بيض كده، كام بيضه بتاعت فرخه، واشوف بس ترقد عليهم. بس المشكله ان مفيش مكان اكنها لوحدها فيها، تخش عند الطيور عند الروميه اللي راقده، هتداني الروميه وممكن تقوم الروميه. فهنشوف لما تبيض المره دي، انا هجربها اشوفها ترقد ولا لا. عشان لو رقدت يا جماعه يبقى خير وبركه، يا رب خير وبركه. عشان دي المسكوت فيه اصلا، انا بقول لكم انا جايباها من واحده بيطريه، وما شاء الله عليها حلوه قوي في البيض. وعشان اقول مثلا القفص فيه بيض عشان كده، بس هي عارفه ان القفص ده فراخ بتبيض فيه، ممكن شافت البيض فيه قبل كده تكون عايزه تخش وترقد عليهم. هشوف، هجرب بكره كده، لو لقيت القفص الفراخ بايضه بكره ان شاء الله ادخلها عندهم واشوف هترقد في القفص تاني ولا لا. انا هراقبها برضو الايام دي اشوف هتعمل ايه. تعالوا بقى ايه، نشوف الطيور كده، نطلعها ولا هي هتيجي لوحدها. ايه بس هي كلت اصلا. سايباهم من بدري على السطح اهو، حاطه لهم شويه اكل، بس مش من بدري يعني، عشان برضو ايه الطيور ما تتعبش معانا. حاطه لهم اكل، حاطه لهم خضره. طبعا البطايه دي اللي كانت قايمه من على البيض ما شاء الله قربت اهي، بصوا وشها احمر ازاي. طول ما انت سايبه النتايه مع الذكر، اللهم صل على النبي، هتبيض بسرعه. انا طلعتها، قامت من على البيض، طلعت البط بتاعها ورحت مطلقاها مع الذكر على طول. انا ما بسيبش البط الام تربيه، انا باخدهم ايه واحضنهم بطريقتي انا. فبصوا حالا وشها اهو ما شاء الله احمر اهوت، ووسعت يعني ما شاء الله قرتين ونص، يعني خلاص كده قدامها اقوله مثلا بتاع 20 يوم. اهي البطايه جت لهم قدامها بتاع 20 يوم كده ولا اكتر، لا قولوا 20 يوم عشان بتفتح ثلاث قرارات وبعدين بتقعد لها 10 ايام تاني وتبيض. اللهم صل على النبي، ربنا بس يبارك يا رب، ربنا يبارك. طبعا شط خضره هم حلوين قوي للفراخ اللي هي بتبيض. اي حزمه خضره عندك، شبت، بقدونس، كزبره، حطي للطيور، هي خضري لهم كده باي حاجه. اللهم صل على النبي. كان حد قال لي الوش البط دوت يا ام نسمة وشه احمر اكنه بط سوداني. هو يا جماعه البط الخليط المسكوفي بيبقى قريب من البط السوداني، بيبقى وشه محمر زيه كده. بس ده اصلا يا جماعه زي ما بقول لكم، الام دي مسكوفي وده ابنها ودي بلدي. بس هو سبحان الله الحاجه لما بتيجي تبيض وتحمل كده وشها بيحمر. اللهم صل على النبي. نحبسهم بقى عشان الجو النهارده مش حلو كده، حاسه حر. حاطط لهم طبعا علف البياض اهو. بصوا يا جماعه في حاجه، الجو لما بيحرر الفراخ حتى لو علف مش عايزه تاكلها. لو علف هتحب بقى ايه اللي هتحب، اكل البيت، هتحب الخضره، هتحب الحاجات دي. بس انا بحط لهم غصب عنهم لما يجوعوا هياكلوه. ليه بقى؟ عشان انتاج البيض، يعني دي العلفه اللي هي بتاعت انتاج البيض للرومي وللفراخ البلدي. طبعا الديك بياكل معاهم بقى، انا مش عايز الديك لوحده. طبعا دي بتحوم على القفص هي كمان اهي، بس دي اللهم صل على النبي. لا دي الام يا جماعه، دي الام بس دي باضت النهارده، باضت. لكن دي اللي هي بنتها لسه اهي، لسه دي مصيب يعني، لسه بتبيض. امهم اهي ما رقدتش ولا مره. فاللي هي البنت اللي واقفه هناك جنب الحيطه بنتها اللي البربره دي،
فلسه لسه ما فصلتش بيض، ربنا يكرمنا ايه وترقد هي كمان. انا نفسي الاتنين دول يرقدوا. ليه بقى؟ عشان الرومي حلو بتحطي تحتيه كميه بيض كبيره، بس يرقد ويكن. عشان اللي هي كانت يعني قلت لكم ان هي عايزه ترقد دي ورقدت فعلا، بس مش راسيه كده وهاديه وقاعده مكانها، لا كل شويه بتقوم كل شويه بتقوم. فربنا ايه يهدي لها الحال كده يا رب. طبعا الشهر اللي احنا فيه دوت كل ما الجو يحرر كل ما تلاقي الحاجه ايه يعني إيه انتاج البيض بيزيد عند الفراخ شويه، عند الفراخ عند الرومي معروف. الرومي انا عندي بيبيض في السنه مرتين، ما بيبيضش اكتر من كده. إيه معرفش بقى اذا كان بيبيض عند حد تاني اكتر من كده، ومش هقول لكم يعني بيبيض كل 5 شهور 6 شهور، ممكن 7 شهور كمان. الروميه بتاخد وقت يا جماعه قبل ما بتحمل وبتبيض. الرخره لما بتبيض بتكرر لك بيض ما شاء الله كتير، فما شاء الله تبارك الله انتاجهم حلو جدا يا جماعه. اديك الرومي ده ابنها ما شاء الله، انا مربيه من وراها اللي هي الروميه دي ما شاء الله، اوزانهم بتبقى حلوه جدا. حتى في النوتي لما بجد بحملهم بيبقوا عسل ما شاء الله، يعني تبقى الروميه يعني ايه داخله على 4 كيلو، بتاع 4 كيلو الروميه اللي هي النتاي. لكن اديك اللهم صل على النبي ما شاء الله ما شاء الله بيبقى وزنه حلو جدا. فاللي هو السلاله بتاعت المزارع دي حلوه حلوه، بس لما تاخدي منها انت وتفرغي تحت حاجه تانية فترقد عندك بقى ايه الحاجه التانية. انا بحب الشكل الجميل بتاعه ده لما بينفش كده ما شاء الله، حاجه زي الورد يعني. اللهم صل على النبي. الاوض في الجو ده دلوقتي حلوه للطيور، خلوا الاوض الطيور في الاوض يا جماعه ما تطلعهمش بره السطح دلوقتي. الايام دي الجو مليان امراض، خلي بالكم من الموضوع ده، دايما تغسلوا حاجه الميه على طول. اللهم صل على النبي. والبصل على الثوم على الليمون حلو جدا، على الشيح يا جماعه حبه شيح كده مع الـ مع البتاع دوت الاكل بتاعك. الثوم كمان والبصل الفرومي وصلايه على راس ثوم على كم على ليمونتين ثلاثه، وادعكيهم في الاكل بتاعهم كده وحطيه ما شاء الله برده حلو جدا للفيروسات اللي هي الحاجات الطبيعيه دي جميله جدا للطيور. نقطتين بتادين في الميه، كل الحاجات دي جميله جدا. انا كنت بعملها الصيف اللي فات كلها، حتى كان حد بيعلق لي بيقول لي حد يحط بتادين في الميه. طبعا البتادين حلو جدا للطيور، بس بتحطي كميات قليله قوي ما بتكتريش، يعني نقطتين على اللتر بيبقى سنتي، على اللتر سنتي بتادين. اللهم صل على النبي. فاوضتهم نظيفه اهي ما فيهاش اي حاجه زي الفل اهي، ما فيش نشاره عندي. الجو بدا يحرر فهم طبيعي الاوضه بتبقى ناشفه ايه كده طبيعي الحمد لله. المطره لما مطرت الحمد لله الاوض ايه ما اتدلتش عندي. مطرت انا المطره كانت ضعيفه كده عندنا، ما كانتش شديده قوي، في ناس بتقول غرقت السطوح وبهدلت الدنيا عندها، فالحمد لله يعني عندي انا كانت قليله قوي على السطح. ربنا يعني ربنا كريم، عشان قبل كده في الشتاء مطرت ودخلت الاوض بهدلت لي الدنيا، فالحمد لله يا رب الحمد لله. ربنا يستر على طيورنا كده يا رب، ويبارك لنا فيها ويبارك للناس كلها، عشان احنا بنتعب يا جماعه على الطيور دي، طالعين نازلين واكل وتكاليف وتنظيف وهدت حيل. فربنا يا رب يقوي الناس كلها ويبارك لها في حاجتها يا رب، يبارك لنا في الارزاق يا رب. اللهم امين. طبعا بصوا الديك الصغير اصغر واحد فيهم اهو، ده اصغر واحد بدا يكسر هو كمان اهو، وده اللي انا قلت لكم هربيه عشان اذبح الكبير ده عشان ما يعجز. انا عندي الكبير ده احسن منهم كلهم ما شاء الله كشكل حاجه جميله ما شاء الله، بس الديك هيكبر هيكبر ومش هيبقى فيه مش هيتاكل اصلا. فانا هحط تحت الروميه بيض من بتاع الفراخ، ممكن يطلع لنا ايه ديك زيه كده ان شاء الله، ربنا يبارك لنا. والديك اللي هناك الاحمر اللي هناك ده مش وحش، حلو برده ما شاء الله، هو كمان وزنه تقيل فبيطلع على الفراخ برده حساه تقيل في التكسير، مش سالك زي اللي هو لونه احمر ورا خالص ده، اللي هو احمر في اصفر كده اهو ما شاء الله تبارك الله.